امبارح حضراتكم انطلق الاوكازيون الشتوي 2024، كل سنه وحضراتكم طيبين، اللي هيستمر لمده شهر كامل بمشاركه عدد كبير جدا من المحال والمنشات التجاريه اللي بيصل عددها الى حوالي 4000 محل تجاري. نسبه التخفيضات من المتوقع انها تصل ما بين 20% ل70% في اوكازيون 2024. خلينا نعرف تفاصيل اكتر في عن هذا الاوكازيون، لانه حيانه بيشارك في المعرض محلات الملابس الجاهزه، المصنوعات الجلديه، الادوات المنزليه، المفروشات وغيرها. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الاوكازيون. معانا الاستاذ احمد ابو الفضل وكيل وزاره التموين. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو تعرفنا ازاي تم التنسيق لانطلاق الاوكازيون الشتوي، وهل التخفيضات دي بالفعل على كل هذه السلع اللي تم ذكرها ولا السلع بعينها؟ يعني اولا كل عام حضراتكم بخير وجميع الشعب المصري بخير وصحه وسلامه. بالنسبه للاوكازيون فندم، هو كان في تنسيق تام بين وزاره التموين والتجاره الداخليه والاتحاد العام للغرف التجاريه، كان في مخاطبات ورسائل بيننا وبينهم عشان نختار المعرض المناسب للفعاليات بدل الاوكازيون الشتوي. وتم الاتفاق على يوم الاثنين موافق 5/2/2024، وتم اعتماد هذا التنسيق بقرار معالي الدكتور الوزير رقم 14/6/2024 ببدل الفعاليات اعتبارا من 5/2. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه يا فندم، يمكن الانشطه اللي داخله في الاوكازيون السنه دي طبعا على راسها بياتي الملابس والمنسوجات، بيليها على طول في المرتبه المصنوعات الجلديه بكافه اشكالها طبعا، يعني احذيه، جلود، احزمه، كل ده يا فندم داخل في الاوكازيون. الحاجه الثالثه طبعا ادوات كهربائيه، ادوات منزليه، سجاد وموكيت، ستاير ومفروشات. كل دي يا فندم النشاط التجاري اللي داخله في الاوكازيون الشتوي السنه دي. يمكن نسب التخفيضات السنه دي تم تحديدها من قبل الساده التجار، وانا بحب برضه انوه من خلال برنامج حضراتكم المحترم ان وزاره التموين ما تتدخلش في حاجتين بالنسبه للاوكازيون وتفرض على التاجر حاجتين. اول حاجه ميعاد دخوله هو في الاوكازيون، يعني يحق للتاجر طبعا، هي مده الاوكازيون لمده شهر، ويحق ليه ندخل في اول اسبوعين، يحق ليه يدخل في الاسبوعين الاخير، يحق ليه يدخل في الاسبوعين في النص، دي حسب ما هو يتراءى. الحاجه الثانيه نسب الخصم اللي هو بيعملها، لا هو بيعملها بمنتهى الاريحيه ليه هو وبرغبته، وبرغبته المحضه كمان. ولكن طالما هو اللي حاطط النسبه ديت، يجب ان نلتزم ببعض المعايير والقوانين والقرارات اللي حطها وزاره التموين. طب في النقطة دي يا دكتور أحمد، اسمح لي أسأل حضرتك، لأنه دايما مع كل أوكازيون بنسأل نفس السؤال ده، والسؤال يعني الشارع بيسأله إزاي بيتم الالتزام بهذه التخفيضات. بعض المحلات بنشوف بيحطوا سعرين، سعر ما قبل الأوكازيون وسعر ما بعد الأوكازيون، وفي بعض الأحيان ما بقاش في التزام حقيقي بالتخفيضات. إزاي يبقى في معيار للالتزام من قبل كل الشركات أو المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون؟ ما دي يا فندم الجزئية اللي أنا قلت عليها، ان في بعض المعايير اللي حطها وزاره التموين والقرارات اللي هي يجب ان يلتزم بها التاجر طالما هو حط النسبه بمحض ارادته. منها على سبيل المثال لازم يكون محتفظ ببنات بيع من شهر سابق، ودي بتدفعنا في حالتين. اول حاله يا فندم ان بنتاكد ان هذه النسبه هي نسبه حقيقيه من خلال المقارنه بين القسائم اللي هو كان بيبيعها من شهر سابق والفاتوره اللي بيبيعها دلوقتي. يعني من قبل فتره الاوكازيون كان السلعه دي بكام ودلوقتي بقت بكام يعني؟ بالظبط يا فندم. الحاجة الثانية برضو اللي أنا بطمن بها جمهور السادة المستهلكين، إن إحنا بنتأكد إن البضاعة اللي موجودة حاليا دلوقتي في المحال التجارية والموجودة والداخلة في الأوكازيون هي نفس البضاعة اللي كانت موجودة من شهر سابق. لأن في بعض الأقاويل تم تناصرها بين بعض السادة المواطنين، يقول لك لا ده هم بيجيبوا بضاعة مخصوصة بتبقى شرطة في الأوكازيون. هذه الجملة عارية تماما يا فندم من الصحة، ويتم التأكد منها من قبل السادة المفتشين من خلال الحملات المكثفة. وبالمناسبة الحملات عندنا مش صباحية فقط، لا في حملات صباحية وحملات مسائية. طيب يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك عدد التجار المشاركين في هذا الأوكازيون، وهل في فرق بين عدد المشاركين، عدد التجار المشاركين وبين النسخ السابقة من هذا الأوكازيون؟ وكمان عايز أعرف من حضرتك إيه الضوابط اللي تم وضعها للتجار المشاركين؟ هو أول ضابط طبعا لازم يكون معاه سجل تجاري وبطاقة ترابية عشان نتأكد أن هذا التاجر داخل ضمن المنظومة الرسمية لجمهورية مصر العربية في الاقتصاد القومي، مش اقتصاد موازي. دي أول حاجة. الحاجة الثانية طبعا هي الشروط، طبعا لازم يكون حاطط سعرين على كل قطعة، احدهم مكتوب عليه ده بتاع الشهر السابق، وزي ما قلت لحضراتكم لازم يكون محتفظ ببيانات بيع عشان تأكد النسبة دي هي نسبة حقيقية.
برضو على فكره يمكن وزاره التضامن عملت حملات توعيه قبل فتره الاوكازيون عشان نوعي بعض الساده التجار، لان في للاسف لما ندخل محلات ما بنلاقيش في بعض المحلات ما تبقاش عارفه القوانين والقرارات اللي احنا بنشتغل بيها. فيعني وزاره التضامن دورها توعوي قبل ان يكون رقابي، فبيتم توعيه هؤلاء التجار بحيث لما ندخل في الاوكازيون وننزل عليهم وبنلاقي في مخالفات، لا بيتم على طول تحرير المحاضر وتحويلها للسيد وكيل النائب العام. هنا بقى ما فيش يعني طبطبه او معلش وبتاع، لا احنا وعيناك وعرفناك خلاص انتهت. وخاصه اذا ما كانت هذه المخالفه مرتبطه بصحه الساده المواطنين. جميل. طب دكتور احمد، بالنسبه لسياسه الاستبدال والاسترجاع للسلع بتكون بيتم التعامل معاها ازاي في ظل الاوكازيون؟ يعني غير طبعا المواسم الثانيه او الاوقات الاخرى من السنه، هل في ضوابط بتحكم سياسه الاستبدال والاسترجاع للسلع؟ طبعا يعني حضرتك انا بهيب بس من خلال برنامج حضرتك المحترم بالساده المواطنين انه يجب ان يطالب بحقه القانوني، حقه القانوني هو الفاتوره، الفاتوره صحيح. دي لازم تكون فاتوره ضريبيه وليس البيان مع الشكر، يعني ليها مواصفات معينه، سيريال نمبر، سجل تجاري بتاع الضريبيه، العنوان، ولازم تكون مدون في الفاتوره كمان مواصفات القطعه اللي هو خدها والكود بتاع القطعه دي. الفاتوره دي يا فندم بتدفعنا في حاجات كتيره جدا. اول حاجه بالنسبه للسيد المواطن، لو لا قدر الله حصل في القطعه دي ديبو او بتاع في خلال فتره ال 14 يوم او 30 يوم، لا من حقه ان هو يسترجعها، ولو حصل في نقاش او مجادله بينه وبين السيد التاجر لا بيلجا لنا وبيتم استرجاعها. تمام. الحاجه الثانيه برضه بتنفعنا في حته الاستبدال والاسترجاع، بمعنى ان ممكن جدا لو حد يرجع القطعه دي ومعهوش فاتوره، ابسط حاجه وابسط سؤال التاجر هيساله له، لا انت ما خدتش القطعه دي من عندي، ايه اللي يثبت؟ فاتوره. الفاتوره هي اللي بتثبت. صحيح. فدي بتسهل المهمه شويه عليهم هم كساده مواطنين وعلينا كمفتشين. طيب دكتور احمد، يمكن احنا الكلام ممكن ينطبق بشكل اكبر على الملابس مثلا، لكن لو هنتكلم على الاجهزه الكهربائيه على سبيل المثال، يعني لو حد او في مواطن راح اشترى جهاز كهربائي وطلع فيه عطل او مشكله ولم يتم الاستجابه من قبل الشركه المنتجه لهذا الجهاز او لهذا المنتج، ازاي ممكن يتواصل مع حضراتكم او ازاي ممكن يقدر ان هو يسترد حقه او ياخد حقه، وايه هي اليه المراقبه اصلا اللي موجوده من قبل حضراتكم؟ طب خلينا يا فندم نتفق على حاجه، القانون وضع خلال 14 يوم ان من حق المواطن هو يرجع البضاعه بتاعته او الجهاز بتاعه حتى لو ما كانش فيه عيب، اما لو كان فيه عيب يبقى في خلال 30 يوم. كيفيه التواصل؟ في طبعا خط ساخن ممكن اقوله لحضراتكم. يا ريت بعد اذنك. في 19588 ده الخط الساخن. 19588 19588 وفي خط ارضي برضه داخل ديوان عام الوزاره 2794-2683. هستأذنك نعيدهم على الساده المشاهدين مره اخرى، 19588 ده الخط الساخن ورقم الارضي 2794-2683 بالظبط كده. بيتم التواصل وبيتم طبعا توجيه حملات مكثفه للمكان المشكوك في حقه وبيتم التعامل. اذا كان للسيد المواطن في ليه حق طبعا بيتم استرداد هذا الحق للسيد المواطن. انا برضه بحب انوه ان في بعض للاسف في بعض الشكاوى اللي ممكن تجينا بتبقى شكاوى وهميه مش حقيقيه. احنا برضه قبل ما ناخد اي اجراء بيتم عمل تحريات حول الواقع وملابساتها، واذا تم التاكد ان هذا الواقع واقع سليم لا بيتم اتخاذ الاجراء القانوني مباشره. في خلال قد ايه يا فندم؟ نعم؟ في خلال قد ايه؟ لا يا فندم في خلال من خلال التليفون، يعني احنا خلال المده يا فندم قد ايه الوقت؟ مده ايه؟ يعني لو في مواطن عنده شكوى وتوجه لحضراتكم قد ايه وقت مده التحريات ومده التاكد ومده التحرر؟ لا في نفس اللحظه، في نفس اللحظه يا فندم اقرب حمله موجوده لمكان المشكوك في حقه بيتم توجيهها. يعني احنا حضرتك بتبقى في حملات عشوائيه يوميا وفي حملات مخصصه للشكاوى دي. يعني لو كانت الشكاوى مكتظه لا اقرب حمله مكثفه موجوده في الاسواق بيتم توجيهها لمكان المشكوك في حقه ويتم التعامل معاه مباشره. طب ده هيخليني اسال حضرتك عن الحملات الخاصه بالرقابه التموينيه، هل هيكون في حملات يوميه مكثفه؟ فكره اليات المراقبه والمتابعه دي مهمه جدا، لو في اي مخالفه يتم رصدها يعني في مكان معين بتتم ازاي واليه الرقابه يا فندم؟ يعني برضو بحب اوضح لحضراتكم وجماعه الساده المشاهدين، يمكن وزاره التموين على راس الوزارات اللي دايما بتشغل حاله طوارئ طوال ال 12 شهر.
يعني احنا شغلنا يمكن مصر يعني من ضمن الدول اللي فيها مناسبات كتيره جدا. احنا دلوقتي بنصلي الاوكازيون الشتوي، احنا داخلين بعد كده دخول شهر رمضان الفضيل، كل عام وحضراتكم بخير وجميع الشعب المصري بخير. برضه في عندنا حملات مكثفه بعديها مباشره في شم نسيم وعيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الاخوه المسيحيين، كل دي يا فندم مناسبات وزاره التموين بتبقى مجهزه نفسها وعامله كل الاحتياطات الواجبه لضمان سلامة السادة المواطنين أولا وضمان سير الأمور بشكل طبيعي جدا داخل الأسواق المصرية. فالحملات لا حملات دايما طوال أيام السنة، ولكن بيتم تكثيفها في هذه المناسبات اللي أنا ذكرتها لحضراتكم. كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين.